طيب في الشابتر ده بقى هنبدأ نتكلم عن ازاي بيتم التحكم في عملية الطيران، بمعنى مثلا ازاي اقدر ازود الليفت في طيارات بتطلع او بتقلع في عملية التيك اوف، او اقلل الليفت في عملية اللاندنج، ازاي مثلا اقلل الادراج بقدر الامكان عشان ما نعملش لود على محرك الطيارة، وبرضه ازاي نخلي الطيارة تتحرك يمين وشمال لو انا عايز اتحرك غرب او شرق في الهواء. وكل ده بيتم عن طريق لوحات وموجهات وزوائد. الحاجات دي بتبقى مصنوعة بطريقة معينة بأبعاد معينة زي ما هنعرف دلوقتي، وبمعادن مختلفة، وعلشان بتتركب على جناح الطيارة وبنسميها أنظمة التحكم. طيب عندي أنظمة التحكم في الطيارة أو في الطيران بتتكون من الأنظمة الابتدائية والأنظمة الثانوية primary systems أو primary control systems و secondary control systems. الأنظمة الابتدائية بتشمل حاجات موجهات ولوحات زي ما قلنا، وبنسميها بمسميات معينة أو بمصطلحات معينة، فبتتكون من الإيلرونز والإليفيتور أو الاستابليتور والرادار. الثلاث حاجات دول بنسميهم الأنظمة الابتدائية، دول بيركبوا في جناح الطيارة في آخر جزء في الطيارة، وفي ليهم مكان محدد زي ما هنشوف دلوقتي، وبيبدأ إن هما يتحركوا عن طريق لينكات تتوصل بجيو ستيك اللي عند الطيار، وبتبدأ إن هو يقدر يعمل عملية تحكم كاملة في عملية الطيران. في أنظمة تاني بتساعد الأنظمة دي خصوصا في السرعات العالية نسميها أنظمة التحكم الثانوية و أو secondary control systems، ودي بتبقى عبارة عن trim systems أو والفلابس والسبويلرز والليدنج ايدج ديفايسز. الأربع حاجات دول برضو بيركبوا، بس بيركبوا في الجناح الرئيسي للطيارة، وفي منهم بيركب في منتصف الايرفويل او الجناح، وفي منهم بيركب على الليدنج ايدج، وفي منهم بيركب على تريلينج ايدج زي ما هنشوف في السلايدز بعد كده. هنا رسم توضيحي للطيارة، وزي ما قلنا هنا في شايفين في آخر الطيارة في جزء بيركب عليه الأجهزة أو الأنظمة الابتدائية زي الرادار والإليفيتور والاستابليتور والتابز كمان كما هو موضح، وموضح تحت بقى على الجناح الرئيسي للطيارة بيركب الأنظمة الثانوية كلها في الليدنج ايدج وفي التريلينج ايدج زي ما هنوضح بعد كده. في الليدنج ايدج مثلا بنبدأ نشوف حاجة اسمها leading edge slots أو slots، وفي leading edge flaps، وفي عندي بقى في trailing edge في عندي inboard flap والflight spoilers والground spoilers والoutboard flap والtabs بعض التابز برضو كل الكلام ده، والايرلونز اللي هو بيركب في نهاية الجناح بتاع الطيارة. فكل ده هو الأنظمة اللي احنا بنتكلم عليها، هي دي أنظمة التوجيه الابتدائية والثانوية بالتفصيل. هنا للطيارة من نوع 737، وفي عندي نوع تاني من الطيارات طبعا. هنا المحرك شايفين بيركب فيه زي ما انتم شايفين كده، المحرك الرئيسي أو المحركين الرئيسيين بيركبوا على الجناح الرئيسي للطيارة. لما نشوف بقى السلايد اللي بعدها هنشوف الفرق بين الطيارة دي أو النوع ده من الطيارات والنوع التاني. طبعا بيختلف وتوزيع الأنظمة الابتدائية أنظمة التوجيه الابتدائية والثانوية ما بين النوعين. طبعا النموذج اللي قدامنا ده لطيارة بوينج 727، ده بيختلف عن طيارة البوينج 737. في طبعا توزيع البرايمري أو السكندري كنترول سيستمز، وأيضا المحركات بتاع الطيارة زي ما انت شايف المحركات وضعها مختلف، وايضا الجزء الاستابليتور والاليفيتور والكنترول تاب والابر رادر كل الكلام ده، والانتي بالانس تابز واللور رادر، فورتكس جنريتور. فورتكس جنريتور ده مهم جدا لانه بيتحكم فيه انه بيغير في الدوامات عشان يقلل التراج.
وطبعا دول كلهم من الأنظمة الفدائية. في عندي بقى الأنظمة الثانوية اللي بتبقى متركبة على الجناح الرئيسي للطيارة، زي ما هو موضح كده، الفلابز والسبويلرز والتابز والإيلرونز برضو. طب في السلايد دي بنبين مقطعين من الوينج، المقطع الاولاني انبورد وينج، والمقطع التاني اللي هو قريب شويه من الجسم بتاع الطياره، والمقطع التاني اوتبورد وينج اللي هو بعيد شويه عن الجسم بتاع الطياره. فبنلاحظ ان في عندي في مرحله اللاندنج، يعني في مرحله الايه الهبوط، في مرحله الهبوط بيتم توجيه، زي ما انتم شايفين كده، بيتم توجيه الفلابز والايرلونز بطريقه معينه بحيث يعمل بريشر، فرق في البريشر، فبيبدا يحصل عمليه اللاندنج، فبيتم التوجيه بالطريقه دي. وطبعا هنا في 3 اجزاء للفلابز، ميد فلاب والاير فلاب والفور فلاب، بيتم توجيههم بالطريقه دي علشان يحصل على عمليه اللاندنج. وفي السلايد اللي بعد كده هنشوف عمليه التيك اوف. زي ما انتم شايفين هنا بقى في عمليه تيك اوف، وضع الفلابز بيبقى مختلف، الانبورد وينج او الانبورد فلابز والاوتبورد فلابز بيتم توجيههم بطريقه مختلفه علشان نحصل على تيك اوف. طيب في حاله ان مفيش تيك اوف او لاندنج، يعني في حاله ان الطياره مستقره في الجو في وضع معين عند ارتفاع معين وخلاص هي ماشيه، فبيتم يعني الفلابز بتدخل في بعضها بطريقه معينه، زي ما انتم شايفين في السلايد اللي قدامكم، تم تحريكهم للداخل بطريقه معينه علشان برضو ابدا ان انا خلاص همشي في طريق مستقيم. طيب هنبدا نشرح البرايمري كنترول سيستمز بالتفصيل. طيب فاحنا قلنا ان هو بيتكون من 3 حاجات، اولهم الايرونز، والايرونز عادة بتكون في تريلينج ايدج، وتريلينج ايدج زي ما وضح في الصورتين اللي قدامكم في السلايد دي، تريلينج اير ايدج ده بالنسبة للاير فويل اللي قدامكم، ده اير فويل وعلى وجه الخصوص سيمتريكال اير فويل، لان الجزء اللي فوق زي اللي تحت، زي ما هنشوف برضو في بالتفصيل بعد كده. فهو بيكون في التريلينج ايدج اللي هي الصورة اللي على اليمين. الايرونز بتكون بتتركب في تريلينج ايدج للجناح وقريب من الحافة الخارجية للجناح كمان، زي ما شفنا برضو في السلايدز اللي قبل كده لما شفنا صورة البوينج 773-727، شفنا وضع ومكان الايرونز كان فين. طب الايرونز بقى بيتحركوا لما يكون في اكتر من واحد، بيتحركوا عكس بعض لما يكون عايز اوجه الطيارة يمين او شمال، شرق او غرب يعني. واغلب الايرونز بيتم ربطهم بجيوستيك في الكابينه بتاع الطياره عن طريق لينكات ميكانيكيه او ميكانيكال لينكس، او بيتم التحكم فيها عن طريق انظمه هيدروليكيه او نيوماتيكيه، يعني بيتحكم فيها عن طريق الهيدروليك، دايره هيدروليك او دايره نيوماتيك، دي في الطيارات الحديثه. بالنسبة للإليفيتور أو الاستابليتور، العمل الأساسي بتاعهم هو إن هو بيبدأ يشتغل في حالة اللاندنج والتيك أوف. في حالة الإقلاع أو الطيارة بتطلع لفوق والتيكينج أوف، بيبدأ إن بيحصل حاجة اسمها نوز أب، إن مقدمة الطيارة بتبدأ ترتفع ومؤخرة الطيارة بتبدأ تنخفض لأسفل، أو اللي بنسميها تيل داون. والعكس صحيح بيحصل فيها عملية اللاندنج، النوز داون وتيل اب، وده بيتم بصفة أساسية عن طريق الإليفيتور، اللي هو عن طريقه بيحصل إيه بقى؟ بيحصل إن السنتر أوف جرافيتي لما اللي هو بيبقى ثابت، أو مركز الثقل بالنسبة للطيار اللي هو بيبقى ثابت، بتبدأ إن هو بيحصل عزم، بيخلي لما ببدأ أوجه الإليفيتور بطريقة معينة، يعني الفيتور اب او الفيتور داون، بيبدا ان هو العزم بيتغير، او بنسميها البيتشنج مومنت بتتغير. والبيتشنج مومنت بتتغير بيحصل ان النوز اب او النوز داون.
اللي انا عايز اقوله بقى ان في حالة الطيران العادي، يعني الطيارة طلعت واستقرت وماشية في خط مستقيم، بيبقى في حاجة اسمها center of gravity و center of pressure. بالنسبة لل center of gravity و center of pressure لما بيبقوا على نفس الخط، center of gravity ممكن يعني بيأثر لأسفل، و center of pressure نتيجة لاختلاف البريشر على الايرفويل زي ما هنتعرف بعد كده. فبيحصل ان بيبقى فيه نقطة اللي بتركز فيها الايروديناميك فورسز بنسميها السنتر اوف بريشر. الاثنين بيكونوا على نفس الاستقامة منطبقين على بعض، بس واحد لأعلى واحد لأسفل. في الحالة دي ان الطيارة بتمشي في حالة بالانس، بنسمي الطيارة بتمشي ايه، تكون بتتحرك في حالة بالانس وبتبدأ تتحرك، بتبقى مستقيمة تماما، يعني مش بتطلع او بتنزل. لكن لما بتختلف الايروديناميك فورسز او البريشرز، الستاتيك بريشرز نتيجة لاختلاف السرعات بتاعة الطيارة أو للظروف الجوية اللي بتحصل، فبنلاقي إن اللي بيحصل إن السنتر أوف بريشر بيتحرك اليمين أو الشمال بعيدا عن السنتر أوف جرافيتي. في الحالة دي يا جماعة بيحصل إيه بقى؟ بيحصل بيتشنج مومنت، وبتتحرك الطيارة الأعلى والأسفل، وأنا ما بكونش عايزها تتحرك الأعلى والأسفل، أنا عايزها تمشي في خط مستقيم. طيب في الحالة دي بقى برضو بنلاقي بقى عمل الاستابليتور والاليفيتور، ان انا ببدأ احرك الاليفيتور عشان ارجع اوجه الطيارة بشكل صحيح مرة اخرى، ان انا بوجه الاليفيتور بحرك الاليفيتور بطريقة معينة، فبيبدأ ان هو يعاد العملية ويرجع تاني الطيارة تمشي في خط مستقيم مرة اخرى. الرادر او الموجه، او اللي هو زي برضه في السفن اللي بيوجه الدفة، بيخلي السفينة تتحرك يمين او شمال، نفس الكلام في الجو برضه. الرادر بيأثر على الايروديناميك فورس لما بتحرك، فبيبدأ يغير في البريشرز، فبتبدأ الطيارة تتحرك يمين او شمال او غرب او شرق يعني، والمكان بتاعه بالظبط فيه التريننج ايدج برضه، وبيبقى من الأنظمة الابتدائية للتحكم أو التوجيه بالنسبة للطيارة. الفلابس من أشهر أنظمة التحكم سنوية اللي بتساعد في زيادة الليفت على الإيروفويل، وده هنقدر نفهمه بتفصيل المحاضرة الجاية إن شاء الله لما نتكلم على موضوع الدراج والليفت. يعني نعرف ليه بالظبط الفلابس بتأثر بشكل أساسي في عملية الدراج، بس ممكن ناخد نبذة بسيطة عن الموضوع دلوقتي. يعني طريقة العمل بتاعة الفلابس اللي هي اللوحات اللي بتركب على التريلينج ايدج، او بعضها بيركب على تريلينج ايدج بس في منطقة قريبة من جسم الطيارة، المنطقة اللي هي احنا بنسميها الانبورد اريا. ولما بتركب في التريلينج ايدج في المنطقة دي بالذات، بنسمي الفلابس دي او النوع ده من الفلابس انبورد فلابس او التريلينج ايدج فلابس. الفلابس بتعمل ايه بالظبط؟ هي بتساعد في عملية تقوس او كامبر للجناح، وبالتالي بتزود مساحة السطح المعرض للهواء أو سطح الجناح المعرض للهواء. ده بيساعد في إيه بقى؟ بيساعد في إني بطير عن سرعات منخفضة، وبيساعد في عملية الإقلاع. بيساعد في الحاجتين دول يعني. دول الخمس أنواع من الفلابس. بيعتمدوا بشكل أساسي على المكان اللي بركب فيه الفلاب نفسه، اكتر من شكل الفلاب. يعني ممكن يكون شكل الفلاب ثابت، ولكن المكان اللي انا بركب فيه الفلاب بيخلي فيه بيفرق النوع عن التاني. فالشكل فوق خالص ده البيزك سيكشن، بعد كده عندي نوع اسمه بلين فلاب، بعد كده سبليت فلاب وسلوتد فلاب. سلوتد فلاب سبليت فلاب ده بيبقى منفصل، بيبقى منفصل بشكل اساسي عن البيزك سيكشن. والسلوت فلاب بنسميه سلوت لان هو بيتخلله الهواء، يعني بيبقى منفصل عن
يعني عن البيزك سيكشن، وفي نفس الوقت بتخلله الهواء، وعندي فيه فاولر فلاب وسلوت فاولر فلاب. دول الخمس انواع للفلاب. الليدنج ايدج ديفايسز زي الموفر سلوتس والليدنج ايدج فلابس والليدنج ايدج كابس، الشغل بتاعها هي زي ما قلنا فيها حاجه اسمها تريلنج ايدج فلابس اللي اتكلمنا عنها لما اتكلمنا عن الفلابس، ودي من اشهر الفلابس اللي بتبقى موجوده. بس في برضو ممكن تبقى في عندي الليدنج ايدج يعني فلابس او لوحات بتتركب على الليدنج ايدج لجناح الطياره، وفي الحاله دي بنسميه ليدنج ايدج فلابس. العمل بتاعها مختلف شويه، ان هي بتزود الكونفشن اوف فريكشن على الوينج، ده بيؤدي الى ان التقوس بتاع الوينج بيزيد. بستخدمها برضو في حاله التيكنج اوف، في حاله لما بيحصل تقوس في الوينج بيحصل او في الجناح بيحصل ان الانجل اوف اتاك بتزيد، انجل اوف اتاك بتزيد. في الحاله دي بقدر ان انا اقلل السرعه بتاعت الطياره. طيب السبويلرز بتعمل عمليه اعاقه للهواء اللي حوالين الوينج، فبتعمل زي عمليه فرمله بس طبعا في الجو. وبرضو لما قلت ان هي بتتركب في بعض العربيات، فبرضو بتستخدم في بعض الاحيان للعمل ده، ان هي بتحد من السرعات العالية جدا. يعني في حالة ان انا ماشي بسرعة عالية جدا وببدأ احرك السبويلر، فبيعمل اعاقة للهواء، بيعمل عملية فرملة زي فرملة، فبالتالي بقدر اقلل الليفت لو انا وصلت لارتفاعات عالية وعايز اعمل عملية توجيه او اعيد عملية توجيه، بشغل السبويلرز، وفي الحالة دي بيقلل الليفت وبيعيد التوجيه والاتزان مرة اخرى. من السكندري فلايت كنترول سيستمز برضو الترين سيستمز. الترين سيستمز عندي فيها نوعين، حاجة اسمها ترين تابز وانتي سيرفو تابز. العمل بتاع التريم سيستمز في الاساس هي عمليه تخفيف الضغوط من على البرايمري كنترول سيستمز، بمعنى ان انا عندي مثلا لو انا بتكلم في سرعات عاليه واصبح الضغوط على الاليفيتور مثلا عالي جدا، فبدا ان هو يتحرك التريم تاب بتركب على الاليفيتور او على تريلينج ايدج الاليفيتور، وبتبدا ان هي تتحرك علشان تساعد الاليفيتور او تخفف الضغط من عليه. نفس الكلام الاستابليتور، برضه نفس الكلام بيركب عليه حاجه اسمها انتي سيرفو تابز. طيب السلايد اللي بعدها هشرح الفرق بين التريم تابز والانتي سيرفو تابز بالتفصيل. التريم تابز بتركب في الاساس على الاليفيتور وعلى تريننج ايدج الاليفيتور، فبتتحرك اب وداون على حسب السرعه بتاعت الطياره وعلى حسب الضغط اللي موجود على الاليفيتور نفسه، بحيث ان هي تحمي الاليفيتور. اما الانتي سيرفو تاب فبتركب على الاستابيليتور، وبرضه بتقوم بنفس العمل بتاع التريم تابز بالظبط، ولكن هي الفكره في ان انها بتركب على الاستابيليتور. بتتكرر دايما كلمه اير فويل معانا، ومن اول هنا بقى هنبدا ناخد يعني زي تشريح او تركيب الايرفويل من جوه، ويعني ايه ايرفويل اصلا، وتمهيدا ان شاء الله ان احنا نبدا نعمل عمليه سيميوليشن للايرفويلز، فهنعرف انواع الايرفويلز والطيارات مثلا القديمه كانت بتستخدم انهي انواع، وبعدين بعد ما حصل تقدم بداوا يصنعوا ايرفويلز بطريقه معينه. الايرفويلز باختصار هو عملية فيرتيكال سلايد من جناح الطيارة، زي ما انت موضح كده في الشكل اللي قدامك في السلايد. الار دبليو اللي هو ريليتيف ويند اتجاه الرياح، فالطيارة بتتحرك عكس اتجاه الرياح. وببدأ ان انا اعمل سلايد او سيكشن في الجناح، سيكشن ده فيرتيكال يعني عمودي على الاكسس الفيرتيكال اكسس، فبيطلع عندي شكل الايروفويل او شكل الجناح بالطريقة اللي قدامك دي.
وهو ده الايرفويل، وده اللي احنا بنبدأ ندرس عليه الستريم لاينز علشان نشوف شكل الستريم لاينز او خطوط الهواء عليه في الليدنج ايدج وفي التريلنج ايدج، وبعد كمان ما يعدي الهواء من على جناح الطياره. ده اللي هيساعد بشكل اساسي على ان انا اقلل ادراك. فتصميم جناح الطياره مهم جدا في تقليل السحب او الدراج، ولما بيزيد الدراج زي ما هنعرف في الشابتر اللي جاي بيعمل لود على محرك الطياره، وبيخليني في الحسابات بتاعتي طبعا استهلاك للوقود اعلى، زائد ان طبعا في التصميم لازم استخدم محركات اقوى لو الدراج او السحب عالي معايا. طيب بالنسبه للايرفويل، في بعض المصطلحات المهمه جدا ان انا اعرفها في تصميم او في الجيومتري بتاع الايرفويل، وزي ايه؟ زي اللي قدامي دي، زي مثلا عندي حاجه اسمها كورد، والكورد طبعا احنا هنعرف الكلام ده كله في السلايدز اللي بعدها بالتفصيل. والكورد هو الدايمنشن اللي بيقيس الطول بتاع الايرفويل، وده بعد كده هنسب كل المصطلحات التانية للكورد، فبتبقى نسبة من الكورد. طيب في عندي حاجة اسمها كامبر، كامبر يعني تقوس زي ما قلنا قبل كده. في بقى حاجة اسمها الماكسيموم كامبر، ده بيحصل فين بالظبط؟ طبعا الكامبر بيحصل في فوق يعني في الابر سيرفس بتاع الوينج او الجناح. طيب ففي عندي حاجة اسمها الماكسيموم ثيكنس، والماكسيموم ثيكنس يعني اقصى تخانة او سمك للايرفويل. طيب في عندي حاجة اسمها الليدنج ايدج ريديوس، وازاي بيتحسب. وفي حاجة اسمها طبعا الكورد لاين اللي هو عبارة عن السنتر لاين اللي قدامكم ده. وفي بقى حاجة لما يبقى في عندي نسبة تقوس طبعا في الجناح، نسبة التقوس دي بتبقى الأعلى، ففي حاجة اسمها ماكسيموم كامبر، يعني دي بتبقى نسبة طبعا من الكورد لاين، يعني هو التقوس ده بيحصل بنسبة قد ايه من الكورد لاين. وفي حاجة اسمها خط الداش لاين، ده بنسميه المين كامبر لاين. طبعا الماكسيموم كامبر اللي هو الخط العلوي، الخط العلوي بتاع الايرفويل، اما خط الداش لاين اللي هو السوليد لاين اللي فوق. اما خط الداش لاين بنسميه يعني التقوس المتوسط او المين كامبر لاين، خط التقوس المتوسط. فطبعا في عندي التريلنج ايدج والليدنج ايدج واللوكيشن اوف ماكسيموم ثيكنس واللوكيشن اوف ماكسيموم كامبر. كل الكلام ده مهم جدا ان انا اعرفه، اعرف المناطق الاساسيه اللي بتعرف عندي الايروفويل، وعشان لما اجي ارسم ايروفويل بعد كده على برنامج سوليد ووركس او اي برنامج ابقى عارف كل جزء. انا هقول لك مثلا هتاخد الماكسيموم كامبر قد ايه، والريديوس بتاع الليدنج ايدج قد ايه، الكورد طوله قد ايه، و فبالتالي تبقى تقدر ترسم من الداتا اللي انا هقولها لك، تقدر ترسم الايرفويل المعين بتصميم معين. طيب الكورد لاين هو عبارة عن خط مستقيم بيوصل بين ليدنج ايدج وتريننج ايدج للايرفويل. الكورد هو الطول الكورد لاين. طيب وبالتالي انا بقدر انسب كل البارامترز والدايمنشنز اللي بعد كده كنسبه من الكورد. المين كامبر لاين هو عباره عن خط في منتصف المسافه تقريبا ما بين السطح العلوي والسفلي للايرفويل، وطبعا بيبقى مقوس بنسبه تقوس معينه على حسب التقوس او التقوسات الموجوده في تصميم الايرفويل. طيب في حاجتين مهمين بيحددوا لي الخصائص بتاعه الايرفويل ولازم احددهم في التصميم بتاع الايرفويل، اللي هم الماكسيموم كامبر يعني التقوس، القيمه العظمى للتقوس او القيمه القصوى للتقوس، والقيمه القصوى او اكبر قيمه للثيكنس او السمك بتاع الايرفويل. واحدد موقعهم برضو من الليدنج ايدج قد ايه، او موقعهم من التريلنج ايدج قد ايه. طبعا كل ده كان نسبه من الكورد زي ما قلنا، كله بيتمثل للكورد، بقول كام في الميه من الكورد بيحصل عنده الماكسيموم كامبر.
طبعا هو من تعريف الماكسيمم كامبر اللي هو المسافة بين المين كامبر لاين والكورد لاين، مسافة ما بين المين كامبر لاين والكورد لاين. اما الماكسيمم ثيكنس فهو المسافة بقى اللي ما بين الابر سيرفيس واللور سيرفيس، ليه اكبر مسافة بين الابر سيرفيس واللور سيرفيس للايرفويل بتحصل فين بالظبط ومقدارها قد ايه. طيب الريتس بتاع الليدنج ايدج هو بيحدد لي قد ايه الليدنج ايدج ده شارب. فلو هو 0% فده الاير فويل ساعتها بيبقى فيري شارب وبتستخدم فيه الطيارات السوبرسونيك او بنسميه السوبرسونيك اير فويل، وبتتراوح بقى بين 0 ل 2% من الكورد على حسب النوع بتاع الاير فويل. بعض التعريفات اللي هتقابلني كتير في موضوع الملاحه الجويه او في موضوع الطيران بصفه عامه وفي الاير داينامكس زي الفلايت باث فيلوسيتي، وهي عباره عن سرعه اي حاجه بتتحرك في مواجهه الهواء. يعني اي اوبجكت بتتحرك بسرعه معينه هو ده اللي بنسميه الفلايت باث فيلوسيتي. اما الريلاتيف ويند او الار دبليو زي اللي شفناها قبل كده في الصور اللي قبل كده في السلايدز، هي عباره عن سرعه الهواء نفسه، يعني سرعه الهواء اللي بيتضخ في مواجهه الجسم ده. سرعه الهواء دي طبعا بتبقى ضد في الاتجاه، مضاده في الاتجاه يعني للفلايت باث فيلوسيتي. طيب الانجل اوف اتاك او اختصارها اي او اي او بتتكتب الفا، هي عباره عن الزاويه بين الريلاتيف ويند والكورد لاين بتاع الايرفويل. طيب الايروداينامك فورس هو عباره عن ريزلتنت فورس او قوه محصله بتنتج عن طريق الاستاتيك بريشر، محصله الاستاتيك بريشر على الايرفويل مضروبه في البلين فورم اريا او مضروبه في الاريا البي في الاي، هيديني الايروداينامك فورس. زي ما هنعرف بعد كده ان تحليل الايروداينامك فورس ليه هتتحلل للدراج والليفت بعد كده، يعني يعتبر الاير دايناميك فورس عباره عن الدراج والليفت. لو انا حللت الكور المحصله دي هحللها للدراج والليفت، بس هي لما اجي اعرفها هو متجه قوه مقداره عباره عن حاصل ضرب الستاتيك بريشر او محصله النت ستاتيك بريشر على الاير فويل في الابر واللور سيرفيس مع مضروب في المساحه بتاعت الاير فويل. طيب هنكمل المصطلحات المهمة والتعريفات. عندي الدراج والليفت. الليفت عندي هو زي ما قلنا هي المركبة بتاعت الايروديناميك فورس من احدى مركبتين لما اجي احللها، ودي بتبقى عمودية على الريلاتيف ويند. تمام. طيب الدراج هي عبارة عن المحصلة التانية من الايروديناميك فورس وبتبقى موازية ل الريلاتيف ويند، يعني في اتجاه الرياح، في اتجاه الرياح. سنتر اوف بريشر قلنا في حاجتين، سنتر اوف جرافيتي اللي بتركز في الويت او الوزن، والسنتر اوف بريشر اللي بتركز في النقطه اللي بتركز على الكورد لاين اللي بتركز فيها الايروديناميك فورسز او اللي بتاثر فيها الايروديناميك فورسز. وزي ما قلنا قبل كده ممكن يبقوا منطبقين على بعض السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف بريشر، او ممكن يترحل السنتر اوف بريشر عن السنتر اوف جرافيتي، وفي الحالة دي اللي بيحصل نوز اب او نوز داون. طيب في عندي لامينر فلو والتربلنت فلو. طبعا اللامينر فلو ده بتبقى السرعات قليلة وبتبقى في المنطقة القريبة جدا من الوول او في المنطقة القريبة جدا من الاير فويل. التربلنت فلو بيحصل اللي هو الاضطراب، يعني اللامينر فلو السريان بتاعها بيبقى هادئ، اما التربلنت فلو السريان المضطرب ده التعريف بتاعهم. في الحاله دي الستريم لاينز بتاخد شكل دوامات وبتبقى في حاله السرعات العاليه. يعني طيب في اربع حاجات لازم اخد بالي منهم في عمليه تصميم الجيومتري
بتاع الايرفويلز، اي ايرفويلز لازم اكون من بالي من 4 حاجات. اول حاجه شيب اوف مين كامبر لاين، يعني شكل الايه خط التقوس المتوسط ده شكله ايه، وفي كام تقوس وفي كام كيرف وكيرفات على بعد قد ايه. طيب الماكسيمم سيكنس او الثيكنس بتاع الايرفويل، يعني الثيكنس بتاع قد ايه. طيب لوكيشن اوف ماكسيمم سيكنس، ورابع حاجه ليدنج ايدج راديوس. ال4 حاجات دول مهمين جدا ان هو بيغيروا لي في شكل في شكل الايرفويل تماما. في بقى حاجه مهمه جدا، لو تطابق المين كامبر لاين مع الكورد لاين بنسمي الايرفويل في الحاله دي سيمتريكال ايرفويل، وفي الحاله دي شكل السطح العلوي والسفلي للايرفويل بيبقى متطابق تماما، شكلهم متطابق تماما. طيب احنا قلنا قبل كده ان في 4 حاجات بيأثروا على شكل الايرفويل، قلنا اللي هو المين كامبر لاين، المين كامبر لاين شكله عامل ازاي، والثيكنس بتاع الايرفويل نفسه، والماكسيمم ثيكنس واللوكيشن بتاعه، واخر حاجه كانت الليدنج ايدج راديوس، يعني هو شارب ولا مش شارب وقيمته قد ايه. وقلنا ان ماكسيمم الماكسيمم والقيمه الماكسيمم ليه كانت 2 من 100 من الكورد. طيب قدام حضراتكم بقى الترتيب من اللي فوق اللي فوق، ده كان الترتيب بتاع الايرفويل، التصميمات القديمه ثم الاحدث، يعني اخر حاجه ده احدث حاجه يعني. طيب ففي الاول كان بيتم تصميمه بالطريقه اللي قدام حضراتكم، وبعدين بدا يتغير لحد ما وصل للليدنج ايج فيري شارب، وده بيستخدم فيه السوبر سونيك ايرفويل والسرعات العاليه جدا. واللي فوق اللي هو تالت واحد من فوق ده سب سونيك، ده السرعات المنخفضة، ومن أول التالت ده بيستخدم حاليا، يعني ما زالوا بيستخدموه في السرعات المنخفضة. طيب لما أجي أطلب منك إن أنت ترسم إير فويل ناسا 0015 أو 0022 أو 4415 زي ما وضح قدامك كده، ده السكتش بتاع المختلف الإير فويلز. ودي من الطبيعة، يعني في طيارات حقيقية بالأرقام دي، فبيكتب عليها أرقام معينة، يعني مثلا ناسا 0015 4 أرقام، وساعات يبقى 5 أرقام، وساعات يبقى أرقام وحروف. طيب هل يعني إيه الرقم ده أصلا؟ يعني أنا مثلا لما أجي نشتغل على السيموليشن هقول لك أنا هاخد تصميم من التصميمات دي كل جروب، ونبدأ إن إحنا نرسمه ونشوف إيه اللي هيفرق في الستريم لاينز ما بين التصميم الاولاني والثاني والثالث وهكذا. فلما اجي اقول لك انت صمم لي ناسا 0015، يعني ايه؟ ايه ال4 ارقام دول؟ ايه هو الزيرو والزيرو والواحد والخمسه؟ بيدل على ايه؟ طبعا دول بيدلوا كنسبه، طبعا التصميم نفسه اللي هي البرامتر بتاع الجيومتري نفسه، وكنسبه من الكورد. يعني ايه برضو في 4 ارقام وخمس ارقام؟ طيب هوضحها في السلايد اللي بعدها. طيب في عندي نوعين من توصيف الايرفويل او الجيومتري بتاع الايرفويل. اول حاجه اللي هو في تصنيف قديم وتصنيف حديث. التصنيف القديم اللي هو ال4 ارقام بس، ففي حاله ان هو يبقى مكتوب عليه 4 ارقام، فالرقم الاول بيشير لنسبه التقوس، يعني كنسبة مئوية من الكورد، فهو مقوس بنسبة قد ايه التقوس ده اللي حاصل، او الكامبر اللي حاصل ماكسيموم كامبر قد ايه من الكورد. طيب والرقم الثاني بيشير ليه الماكسيموم كامبر موقعه فين من الليدنج ايدج، برضو منسوب ليه كنسبة مئوية من الكورد. اخر رقمين بيمثلوا الماكسيموم ثيكنس للايرفويل، برضو كنسبة مئوية من الكورد. طيب فمثلا لما اقول ناسا 2415، ففي الحالة دي الماكسيموم كامبر 2% من الكورد، وبيقع على بعد 40% من الكورد، منسوب طبعا او متقاس من الليدنج ايدج، متقاس من الليدنج ايدج 40% من الكورد متقاس من الليدنج ايدج. والماكسيموم ثيكنس كان عبارة عن 15
1% من الكورد. نلاحظ بقى ان الاثنين هي 2% و15 15%، اما الاربعة بتضرب في 10 لان هي نسبة عشرية مش مئوية. فدي نقدر نقرا بيها الايه اي اربع ارقام مكتوبين على الايرفويل ببساطة جدا. طبعا لو هو مكتوب 00 كذا، فزيرو زيرو كذا دي بتطلق على السيمتريكال ايرفويل اللي هو بيبقى منطبق فيها المين كامبر لاين على الكورد لاين، اتنين منطبقين على بعض، فبالتالي الرقمين بيبقوا صفر. طيب بالنسبة لتأثير البريشر والسرعة، طيب أول حاجة لما زي ما وضح محاضراتكم كده إن اللي عندي اير فويل في مواجهة الهواء، بيقول لك لو أنت حطيت أي بادي في مواجهة الهواء بيحصل توزيع للسرعات وتوزيع للبريشر. نلاحظ بقى من برنال إيكويشن اللي إحنا رسمناه في الشابتر اللي فات إن السرعة بتتناسب عكسيا وطبيا مع البريشر او الاستاتيك بريشر. بنلاحظ انه بتناسب السرعة عكسيا مع الاستاتيك بريشر، بمعنى ان لو زاد الاستاتيك بريشر هيقل السرعة والعكس صحيح. طيب اللي بيحصل ان بيتم توزيع الهواء بشكل منتظم على طول الايرفويل وتوزيع السرعة وتوزيع البريشر على طول الايرفويل، ده لما بيحصل ايه ان الاوبجكت ده بيتعرض للهواء بسرعة معينة يعني. طيب يبقى اذا بيحصل حاجة اسمها ديستربنس او اضطراب في الستريم لاينز او السرعات والستاتيك بريشر والديناميك بريشر بالنسبة ليه لما بيحصل ان اي جسم بيحصل ليه متحرك وفي نفس الوقت بيواجه الهواء. طيب لو انا جيت اير فويل وحطيته في مواجهة الهواء في وند تانل مثلا اللي هو نفق الهواء اللي هو بيستخدم في اجراء الاختبارات المعملية على جناح الطيارة واي اوبجكت بيتحرك في الهواء، وحطيته في مواجهة الهواء او شغلت الهواء، فبيحصل في حاجة اسمها ستاجنيشن بوينت او النقطة اللي هي نقطة اصطدام الاولية للهواء مع الجسم. نقطة الاصطدام دي كل الديناميك بريشر او كل السرعة او كيناتيك انرجي طاقة الحركة بتتحول لطاقة وضع او بتتحول لبريشر. فعند نقطة السكون دي اللي هي الليدنج ايدج بتاع الايرفويل بيبقى عندها الستاتيك بريشر عالي جدا، اعلى من الامبيانت ستاتيك بريشر يعني الاتموسفيريك بريشر، وفي الحاله دي ان السرعه بتبدا تقل عند المنطقه دي عند منطقه الاستجنيشن بوينت او الامبنجمنت بوينت. بتقل بعد كده بتقل بعد كده الهواء بقى بيبدا بعد كده يتوزع على السطح العلوي والسفلي للايرفويل، وبالتالي السرعه بتبدا تزيد مره ثانيه او الديناميك بريشر بيبدا يزيد ويتراجع الستاتيك بريشر، يعني الستاتيك بريشر بيبدا يقل، وده طبقا لبرنول ايكويشن. فرق الضغط اللي بيتولد ده هو اللي بيرفع الطياره او هو اللي بيعمل عمليه الليفت. الفيلوسيتي تشينج بالنسبه للستريم لاينز اللي على الايرفويل زي ما انتم شايفين ده ايرفويل، وبعدين في عندي ثلاث سرعات. اول سرعه هي السرعه القريبه من الاستجنيشن بوينت، السرعه دي بتبقى اقل ما يمكن نتيجه ان الاستاتيك بريشر عند الاستجنيشن بوينت ديت او الليدنج ايدج بيبقى اكبر ما يمكن نتيجه الاصطدام او الصدمه اللي بتحصل لما الهواء يصطدم بالايرفويل. وبعدين بيبدا السرعه تزيد في السطح العلوي والسفلي من الايرفويل، وبنلاحظ بقى ان السرعه واحد اقل من سرعه اتنين وسرعه تلاته.
تمام، وسرعة 2 أكبر اللي هو في ال upper surface للفويل أكبر من السرعة عند اللور surface للإيرفويل، واختلاف السرعة ده بينتج عنه البريشر ديفرنس، والبريشر ديفرنس بينتج عنه ليفت أو بيحصل ارتفاع. لما بيحصل تغيير في الانجل اوف اتاك ايه التأثير اللي بيحصل في الليفت؟ اول حاجة بالنسبة للرسم رقم ايه، شكل ايه ده اير فويل عند زيرو انجل اوف اتاك، يعني التوزيع بتاع البريشر منتظم، الليفت البوزيتيف ليفت مكافئ للنيجاتيف ليفت بيلاشوا بعض، بتفضل الطيارة ماشية في خط مستقيم. طب لو غيرت الانجل اوف اتاك تبدأ الطيارة تطلع لفوق، لأن البوزيتيف ليفت بيبقى أعلى من النيجاتيف ليفت في الحالة دي، وده نتيجة إن لما بغير الانجل اوف اتاك بيحصل إن الفيلوسيتي في الأبر سيرفيس للإيرفويل بيبقى أكبر من الفيلوسيتي في اللور سيرفيس، بينتج عنه إن البريشر بقى العكس في اللور سيرفيس بيبقى أعلى من الأبر سيرفيس وبينتج عنه بوزيتيف ليفت. الايروديناميك فورس بيأثر في السنتر اوف بريشر اللي هو السي بي، وطبعا بيتكون من مركبتين، المركبة الأولى زي ما قلنا دراج، والدراج في نفس اتجاه الريلاتيف ويند في نفس اتجاه الرياح أو الهواء، والليفت في عكس في عمودي على اتجاه الهواء الأعلى، ودول المركبتين العمودية والأفقية أو الرأسية الفيرتيكال والهوريزونتال للايروديناميك فورسز.